طريقا للشلفة الفضية. دوما في المركز الاول، المركز الثاني هنا مشاهدينا تغرود المبارك بن حمد بالعود العامري الشاعر، اذا ينقض الشاعر بقصيدته وبتغرودته تغرودة الشلفة الفضية هنا مع تغرودة. دوما في المركز الثاني تغرودة اذا مع مبارك بن حمد بالعود العامري انقض الشاعر على الرمز ليكون مقدما هذه القصيدة الجميلة، هذه القصيدة الممتعة عنوانها تغرودة. تغرودة اذا غردت مع الشلفة، غردت مع الانتصار. سلام يا بالعود، سلام، تهانينا والناموس للسيد مبارك بن حمد بالعود العامري على فوز تغرودة بالمركز الاول. المركز الثاني دوما للسيد حمد بن علي بن صالح بن جرحة. بالمركز الثالث جاءت بنت الباز علي بن فرام. بن محمد بن سيف المنصوري على مقدمة هذا الشوط بدأ يغترب من السداد. بنقول سلام 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 عليكم يا أهل الغربية، واسعد الله مساكم يا أهل مدينة زايد. تهانينا تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري، تهانينا على فوز الغربي بالمركز الأول. وها هو الغربي يحط الرحال عند خط النهاية وعند الشداد. تهانينا تهانينا. المركز الثاني مبلش للسيد هري بن سالم بن عبد العزيز المري. وفي المركز الثالث مخيف، في المركز الثالث السيد احمد بن مظفر بن محمد العامري. وفي سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يكرم الفائزين مالك تقرودة مبارك بن حمد بالعود العامري على شاشة التلفزيون، وأيضا شقيقه مطر بالعود يستلم في هذه اللحظات مطر بن حمد بالعود العامري الشلفة الفضية من سعادة الشيخ حمد بن جاسم، وهذا هو أيضا مبارك بن حمد بالعود. تهانينا لهم على هذا الفوز المستحق، تهانينا لمالك تغرودة مبارك بن حمد بالعود العامري وشقيقه مطر من يحضرون لاستلام الشلفة الفضية. أول الرموز يذهب مع مالك تغرودة في هذا المساء، وكذلك مالك الغربي محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري يتسلم إشداد الفضي، يتسلم إشداد الفضي. ما عليك خوف ما عليك خوف، محضر بنت مياس والبس عقال السبق منكوس يا راعي مياسه حتى هذه اللحظات. الله الله الله، قامت راس وسترهي الشوط ان استمرت على هذا المنوال. وسلام يا مياسه، سلام سلام يا مياسه، سلام تختطف السياره وتختطف الناموس. وسلام والتحيه واحترام لمالك مياسه محمد بن مطر بن زايد المنصوري، وللمره الثانيه يذهب السلام الى الغربيه في مساء هذا اليوم. وسلام يا مياسة، سلام سلام يا مياسة، سلام تختطف هذا الشوط بجدارة وباستحقاق، وقامت راس وانهت راس. تهانينا والناموس لمالك مياسة ولمن قدم مياسة وضمرها في هذا الشوط محمد بن مطر بن زايد بن جديد المنصوري. المركز الثاني بهلة. الرابع اللي بالمركز الرابع شاهين مبارك بن صالح بن علي ال بريس المري. والمركز الخامس ينطلق اسم جديد وهو مياس ايضا محمد بن بطي بن محمد الحسن المري، ولكن المزعج انقام راس. وهذه لحظات ال 300 متر الاخيره عن خط النهايه، هذا هو في صداره الشوط، في صداره الشوط ينطلق المزعج ريو بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري ينتزع السيارة الثمينة الغالية التيوتا ستيشن جي اكس ار التي تنتظره مع خط النهاية. تهانينا تهانينا لمالك المزعج يريو بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري على فوزه بالمركز الاول. تهانينا والناموس المركز الثاني. لكن العودة، العودة إلى الشامخة،
العودة الى الشامخة، الاربعمائة متر الاخيرة، الامتار المجنونة، جولة الاوامر النهائية. حرك وروح يلي يبى السيارة، يلي يبى الفوز، يلي يبى الانتصار. هناك الصدارة، المركز الاول، منصب 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 مع براية علي بن راشد بن سعيد براية المري. الوصول الوصول القادمة ندى سعيد بن حمد بن مطر بن عمير، وهنا ايضا ايضا هنا عامر بن حمد بن عفصان يقدم يقدم ايضا المسك، المسك اللي على الصدارة، المسك وختامها مسك مع ابو حمد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. تهانينا تهانينا لابو حمد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك ندى لسعيد بن حمد بن مطر بن عمير. المركز على انطلاقات المختبر في هذا المساء، يا سلام، ولكن الوضع خطير للغاية. شوف اللي على المركز الثاني، اللي قادم اللي قادم في هذه اللحظات، قادم التبر 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 لمحمد بن علي بن دري المنصوري، من وصل واحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث يتقدم هنا، خطر خطر لحمد بن عبيد حمد بن بطي الكتبي، ولكن لازالت الامور مع المختبر مع المختبر المختبر. وخطر خطر خطر غير من الجانب اليمين، خطر عبر، يا سلام يا سلام، يعبر خطر في هذه اللحظات، في هذه اللحظات يتجاوز. هذا هو خطر لحمد بن عبيد بن حمد بن بطي الكتبي. تهانينا والناموس لمالك خطر على هذا الناموس. المركز الثاني يصل به المختبر لعلي بن راشد بن كاسم الجاف للمركز الثالث. من مركز الى مركز، ولكن النهضة، الله، النهضة النهضة مع الصدارة، النهضة مع المقدمة. محمد بن علي بن دري المنصوري ينتصر بهذه الانطلاقة مع تقدم النهضة ومع تواجدها بالمقدمة. المركز الثاني، التقدم والوصول من قبل منبعة لعلي بن سالم الصبح بن صروك العميم النعيمي مع المركز الثاني. ولكن من القادمة؟ من الواصلة؟ القدوم من قبل الناوية، منصور بن محمد بن منصور الهاجري، هاجر بالسيارة، هاجر بالناموس مع تقدم هذا الشعار ومع انطلاقة الناوية. من ايضا انتصرت في هذه الانطلاقة؟ المركز الثاني النهضة لمحمد بن علي بن الله الله. بدأت التحديات في الامتار الاخيرة، يا سلام، خط النهاية يقف باحترام لهذا الشعار، يقف باحترام لهذا الاسم العملاق. ما شاء الله، ايش الحنيش، الحنيش والشامخ، الحنيش من ينتزع صدارة هذا الشاب محمد بن علي. ولكن اللي قادم، اللي قادم، يا سلام، جنيب وصل راشد بن سعيد بن منانة الاشتبي، ولكن الحنيش، يا سلام، الحنيش اللي بيسبق ويرتاح صوب الحنيش الشيبه يروح. تهانينا لمحمد بن علي بن سعيد الجربوع المري على فوز الحنيش المركز الاول. المركز الثاني، يا لك الخلاص، يا سلام، هنا ايضا جنيب جنيب جنيب. تهانينا راشد بن سعيد بن منانة الاشتبي، غير في الامتار. راشد بن سعيد بن حمد السعبي انطلق الى سويك، سويك اللاند كروزر بيك اب، يسجل باسم الدوحة. ام سوف يكون راي اخر؟ ولكن اللي اشوفه الدوحة مع الميتين متر الاخيرة وصل على المركز الثاني. الله، الشاهينية بدر بن محمد بن حمدان الوهيبي، الشاهينية انطلقت الى السويق، عيت على السيارة وانطلقت السلامات الى السلطنة. هناك عمان، تهانينا والناموس لصاحب الشاهينية بدر بن محمد بن حمدان الوهيبي. المركز الثاني، برج
الجاهين عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي ولكن اعود للصداره، اعود للمركز الاول من حاج، ما زال من حاج مع السويدي ولكن غير شاهين عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي مع طلاقه المركز الاول ومع طلاقه شاهين مع لوحه الميتين ما تبقت عن الناموس وعن النقطه الغاليه المركز الثاني. ولكن سلام سلام تحيه واحترام لمالك شاهين عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي على فوزه بالمركز الاول وهي ساعد وصوله مع الفوز والتحدي المركز الثاني. المركز الثاني طموحهم الفوز، ولكن على مقدمة الشوط يا سلام شعار الغفلي ما زال على مقدمة الشوط، وجدان واماني ولكن وجدان سينتقل السلام في هذا الشوط الى فلي المعلى في دولة الامارات العربية المتحدة والى محنن العزيز المهندس حمد بن بدر الغفلي. يا سلام شقيق المحلل والمهندس، يا سلام يا سلام. او هو نفسه هو مالك خليفه بن بطي بن محمد شقيق حمد اخوه وشقيقه. تهانينا يا مهندس وتهانينا لخليفه بن بطي بن محمد الغفلي على هذه المواصيل تختطف سياره الشوط. وسلام يا وجدان سلام، لحظات الوصول تهانينا. والناموس المركز الثاني مرام علي بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيم المركز الثالث. تسير في هذه اللحظات وصل منبع حميد بن مطر بن عميره الشامش. الله 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 الله، مغري 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 على الصدارة على المركز الاول العملاق العناوي. ولكن منبع السبك، منبع الفوز، منبع الانتصار. الله 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 الله، اهالي زاخر واهالي المسعودي يتنافسان على لقب هذا الشوط. اذا المشاهدين الاعزاء، السلالة الهملولية تثبت الجدارة مع منبع حميد بن مطر من عميره الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا زاخر سلام على هذا الفوز. لحظات الوصول منبع حميد بن مطر من عميره الشامسي، لحظات الوصول المركز الثاني. وصل ايضا هنا مشاهدي الاعزاء مغري للسيد نجود. ولكن مشاهدينا الافاضل هنا حضور ونجود وحضور. ومن الجانب الايمن يا سلام، دخول من مجره سلطان بن قيثي بن حميد الغفلي. يا سلام الله الله، مجره سلطان بن حميد الغفلي الغفيلي. يا سلام اللحظات الاخيره، ولكن دخول قوي هنا مزود علي بن زيد بن علي الشراب المري القرح. يا سلام مزون مع الناموس، مزون مشاهدينا الكرام، هلت مزون الناموس مع الشراب. نعم هذه مزون علي بن زيد الشراب هنا مع مزون يسيطر على هذا الناموس. تهانينا والناموس لمالك مزون على فوزه وتحقيقها بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت وصل شعاره، تقدم الفايز وسلالة الفايز محمد بن علي بن سعيد الجربوع المري مقدم لنا الفايز. ولكن اعود مع الشرف، اعود مع الصدارة، اعود مع المقدمة، وقادم الفيل لراشد بن سعيد بن علي بن سرور مع المركز الثالث. غير المركز الاول شعار بن الدين يخير مجريات هذا الشوط. ينطلق مع الصدارة، الفايز يفوز في هذه اللحظات، يفوز هذا الشعار للنقطة الثانية في هذه الفترة المسائية بعدما فاز الحنيش وتواجد الفايز مع هذه الصلالات المميزة. ينطلق إلى خط النهاية ويفوز الفايز محمد بن علي بن سعيد الجربوع المري المركز الثاني. كان الوصول من صايب محمد بن سيف بن حمد بن زيدون المهيري، ولكن شعاران الفايز على المركز الاول
اصمد اصمد يا محمد بن مبارك. اللحظات الاخيره 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 الحاسمه، السياره الثمينه غاليه بالانتظار، والموقف خطير يا محمد، الموقف خطير خطير خطير. وهنا وهنا تدخل لاسم جديد، اسم جديد، وهي حبل راشد الضعيف بن حمد بن بغير الكتبي. واللحظات الاخيره الاخيره يا محمد يا محمد يا بن مبارك، خطفت السياره بهذه اللحظه، خطفها الكتبي، خطفها الكتبي، خطفت مع انطلاق حفله لتهدي لابناء المرموم ناموس. هذا الشوط تهانينا لمرغم من هنا، تهانينا وناموس لمالك حفله راشد الضعيف بن حمد بن بغير الكتبي على فوزها بالمركز. الشيخ السلطان الشاهينيه يصل للمركز الثاني، ولكن ابناء نجران ولكن معها حتى هذه اللحظات، ولكن شاهين ونجم، شاهين ونجم، شاهين ونجم، يا سلام ابناء ميدان نجران وابناء ميدان المرموم في منافسة حامية الوطيس، ولكن السلام يبدو مع شاهين ومالك شاهين. يا سلام إلى المرموم، وهاي جميرة يحتفلون بهذا الشوط في هذا المساء، وجميرة وشواطيها تحتفل بمناسبة الفوز بهذا الشوط. تهانينا لعاشق السلالة الشاهينية، تهانينا والناموس لمالك شاهين أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس لحظات الوصول المركز الثاني. شاهين لمحمد بن جعفر بن مرخال الكتبي. المنافسة الى صلب المنافسة الى الانطلاق القوي، التحدي المثير، جولة الاوامر النهائية ايضا، وصل الامتار المجنونة ال 300 متر الاخيرة. هنا هيام، هيام على الصدارة، هيام على المركز الاول، ما زالت على الصدارة على المركز الاول. يتواجد ايضا سبت بن صقر، ايضا بن دهام بن صقران، الكواري على الصدارة على المقدمة على المركز الاول، الوصول في ثاني المراكز. الله 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 الله، هنا حرز رقم 73 اللي تواصلت في هذه اللحظات، وصل شعار العامري، وصل شعار العامري هنا ليغير الى مقدمة الشوط. هنا مشاهدين الاعزاء، وفهيد فهيد بالفعل هو من ياتي، شعار بن سلعان من واقع الشعار هنا محمود بن سالم بن رقة الوهيبي، ولكن اعود مع الصدارة، اعود مع القيادة، اعود مع المنافسة، المنافسة الاخوية ما بين الشعارات، فطحنة المضمرين، ومنول ما زال يقود الصدارة، ما زال يصول مع المقدمة ومع الانطلاق بشعار عبد الله بن علي بن محمد الشالولي، ولكن حشيم، حشيم مع المركز الثاني، عتيق بن سالم بن عبيد بن عرضي المركز الثالث، التواجد والتقدم من قبل شاهين حمود بن سالم بن رقة الوهيبي، ولكن سلام سلام وتحية واحترام لمالك هملول من فاز وانتزع السيارة بهذه اللحظات. نهني ونبارك لمالك هملول، لعبد الله بن علي بن محمد. لمن الناموس مشاهدين الكرام، وهايب ولكن منوه مع المقدمة مع الصدارة مع الناموس، منوة الناموس. نعم مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، انها منوة بن طرشوم هنا مع المركز الاول، هنا تمنى واطلق عليها هذا الاسم حتى ان حصلت على هذا المستوى الرفيع وعلى هذا المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا ايها الاخوة الافاضل لمالك منوة على انتزاعها بهذا الشوط وتحقيقها بنقطة هذا الشوط وسيارة هذا الشوط. اذا منوة تصل الى خط النهاية بعد ان تحققت امنية بن طرشوم على هذا الناموس المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني الحدر اللي علي بن راشد بن سعيد. خلاص يا محمد بن مبارك، السيارة امامك، حرك الحديدة شوي. اللحظات الاخيرة 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 الاخيرة، هذه مهابة مهابة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه
مهابة، محمد بن مبارك بن محمد آل فهيدة المري تنتزع مهابة ناموس هذا الشوط، معلنة فوزها بهذا الشوط. الشوط العشرين، الشوط العشرين سجل وسجل ودور مع هذا، لكنه يبحث عن التوقيت الأفضل. هنا مهابة محمد بن مبارك بن محمد آل فهيدة المري، تهانينا تهانينا على هذا الانتصار المستحق مع مهابة. المركز الثاني نوف، على المركز الثاني احمد بن عوضي بن يحيى المن... والمرشح في هذا الشوط ليصل في هذا الشوط ويقدم مشكوره خالد ايضا بن غدي بن حمدان اليحافي، ولكن الله واحد 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 واحد. يلا يا ابو سالم الامتار المجنونه، اضرب بالالي وروح الى النيسان بالانتظار هناك للصداره في المركز الاول. هنا تاتي واحد ولكن مشكوره، مشكوره اليحافي خالد بن الغي بن حداد اليحافي 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 ايضا القادم. وهنا هنا الله شاهينيه محمد بن مسلم المصلح الف بيع اليامي، وصل اليامي وصل اليامي، ولكن مشكوره مشكوره واليامي. الله 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 الله. اذا هنا خط النهاية يدخل بالفوت والفنش، ولكن كاميرا ايضا خط الضبية والناموس، الضبية وشوط الختام، شوط سيارة الختام لمن؟ يا سلام نيسان بترول بيك اب تنتظر الفائز معنا بالمركز الاول. يا سلام يا سلام، شوط الختام، شوط ختامي مشاهدين الكرام لاشواط سن الحقائق في هذه الاشواط العامة. يا سلام الضبية، الضبية الضبية مع المركز الاول، الضبية مع الصدارة، الضبية مع المقدمة. عبيد بن غصاب بن سعيد بن خالد العامري، وسلام يا السمحة إذا وصلت على هذا المنوال. يا سلام اللحظات الأخيرة، ضبية 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 مع الناموس. نعم مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك ضبية على هذا الناموس، لحظة وصولها إلى خط النهاية. عبيد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري المركز الثاني.